سمر غيري. الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخيارتا شرفت لهي ميل كستو كتشوكتان دونيدا دعالده دا ومسكينك الله عبد الرحمن بن عبد الله بن حاجي دب أسر وهل كان ندكو هيا برنامج آدي آد وحيسا بضن برنامج كينا نخيارتا شرفت لهي مانتا وحاوكو سبسيا فرولة أو أفكا فرطي هايقو مشغول هدادي قو مشغوشان واتكشل لين دونتان وحانا هينين ونقفر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كم مشغول صن وحان استعمال الدونة الله قول كساها وجزاء سيئة سيئة مثلها فرولي أو تلمامي إن هذي لا يكود ما هيو هن مقدشو وكسو أركي وحو صنهاري وأركين ولا ليه أيهين كان قعيل يحرمنا وأهيو سورة دوين دونة عد الله لا يعيد يسكون ضيدا إلى الشعب الصومالي كالهور استاكتو أما حدود بينات ونكتنه أي كسر لين دوتو قال كعيو واسكو فرنتاي فرولي تكبير كاسي وا فرولي أو أن خطبة دير أو جدي أن يجي سو دين دور قال سانكو بلا بنو وريه علدون وحبس قال ديك كدي مركو وتقي ما قال هر جيسا ترى ومحو قلب صبي وريه لحرة علدون دم بيجا وقال يمحو ياي يو وحو نمي ما السياسيين تا وقوي قلب أما الصومالي داندي أيو دم بيجا قال ما أحيرك أي دكتين أيو كو حد قد باي أو دنبك قلي ما أن هدي لهي كو إدم هيو أن خطر أيو كن عضي دره هودي ينبت قلي دودي ما 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 جوابت هو عردون دنبك سوا السوء أو يري فرماتو ملئي جيو والو جيها عرفر ما جم ملئي جيو والو جيها ما لنتي بشو هاي تضبط بش فبروري وحو قرين نن آنو وما لنتي لدورت فرماج ما لنتي كورس واي كل من طبعا مركو كتك يا ربور مقود شبا واي كل من فرماج وحسو قرين نن آنو ششاي ربين هداد أرقتد وودني لبا ننك كهاد لا يعيدا كقرنك صوماليا أيام أدكينا يا إثيوبيا يا أمي صمنة مرّبان عيد الأدق أو أي الصومالي يلا ط مرّبان إثيوبيا يا أمي صمنة مرّبان عيد الأدق أو أي الصومالي يلا ط مركّة أردون واحد وحده ولا ليال إن ولبا واحد ليال بلا شريف هو قابلي إن لكن أردون وصابر يحس الشيخ محمود وما كان أهم إن لكن وحاجة تمال وقعد صلي تاجر يالك سيري فرماش أدعيان أولي هاي أدعية ودنيا أولي هاي عضون وصاحب قالية وحال وحري وشرطة الصومالية أو أن أنا يسقو يرك فربضني أن أدق على النوم حتى هذه الكويت ما هيو بروفايل كيس الرقاد يتاي فرماتو القاس وصحيح فرماتو أي قياس يا أخويا لما نحبين فرماتو إن حل كمستر بين فرماتو الدنيا لك مستر بين فرماتو مال لك مستر بين فرماتو إن دبالت جدي وكسر بني جيم قال المقدسه وصاب بني دونا een farmaaj oo guuleystay
ودور صيف رباط بعدي يصاب عندي جاي لا هي يقل سيو صوب بندي كرتا وحكم سيو وهل كرتا سيو مارت برنامج كان وهل كرتا عيد بولي ستي حي حساسة يا دعيسي صاحب يالو فايبرك إيكادية فايبرك وادي كاقب إيكادية فايبرك xiyarta sharafta leh intaan aan taas hadii ay ku dhimayo aanan u gudagalin iyo abdullahi xuldoon oo lagu xiray hadii ay ku dhimayo taageeradii uu taageeray hadii ay ku dhimayo aan farmaajo san waliba u kale xan oo kulligood soo bandhigay aan kaliya war farmaajo ii geeya hadii ay ku dhimayo aan doorashadii koorna uu qaabilay ka bacdina uu aad u hadlay iyo waliba asagoo koor ka hadlay aan barnaamijkii foosha xuma ee dekedda lagu gadeeyay hadii la ay ku idmahayo magaaladaasi barbara hadda waxaan idiin soo bandhigi doonaa insha allahu tacaala afar oo leh oo afka furtay farola wuxuu yiri anigu waligay xumaan kama shaqayn jirin markuu hadda waan jeclay dabcan garay waa inuu tagay wuxuu yiri waligay waxaan ka shaqayn jiray alamru bilmacruuf wannahyi cani lmunkar waa soo socotaa sheekada macaan oo qofkii ugu mashquula isaga ka warhelin
qofkii iga mashquula waan ku mashquulid iyo maaragtay wuxuu iga helo wuu heli doonaa waa arki waa u imaan doonaa laakiin farawla wuxuu yidhi weligay waxaan ka shaqayn jiray bi alamru bilmacruuf wanahyi cani lmunkar talow farmaajo intaa ma fahmaya macnaheeda alamru bilmacruuf wanahyi cani lmunkar farawla uu fahmayo talow farmaajo intaas ma yaqaanaa alamru in la isfaro bilmacruufi wanaagga in la isfaro wanahyu in la iska reebo cani lmunkari munkarka buu yidhi farole baan weligay ka shaqayn jiray soomaaliya dhegaysta weligay maxaan ka shaqayn jiray bu yidhi alamru bilmacruuf wanaagga la isfaro wanahyi cani lmunkar iyo munkarka oon rabo waxaan jeclaa farole khudbadan inuu jeeniyey kadib garawe markuu tagay farolow dembigaaga allaha dhaaf dembigii waalidkaana allaha dhaaf waa soo socdaa asagoo muqdisho iyo garawe isku furahayo farole sababtoa siyaasadihii hore ee beenta ahaa ee ree adeerkay ku fashilmeen waa dhulku ku dhufay waan ku fashilanay buu yidhi ceeb baan naga raacday waana khalad bay ahayd bu yidhi farole waa qirtay khalad bay ahayd buu yidhi wixii fas xumaa o dhan farole shuqulna kuma lahayn buu yidhi anugu weligayna wanaaggan dadka fari jiray xumaantana waa ka reebi jiray soomaali weligay wanaaggan u horseedi jiray ilaahay baa ummadda islaamka ku ammaanay saas ajar iyo xasanaad allah ku siiyey qaal allahu tabaaraka watacaala allah subxaana wa tacala wuxuu yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas taamuruuna bilmacruufi watanhawna cani lmunkar waxaad tihiin ummati muxamedey waxaad tihiin ummadda ugu fiican ummadda ugu khayrka badan oo maxaad ku tihiin ta'muruuna bilmacruuf sida adeerkii farole idin sheegahayo sida adeerkay farole oo maanta geerida xasuusan oo maanta geerida u jeeda cadda muuse oo maanta geerida raggii asaagiisaa u jeeda oo maanta geerida dariskiis u jeeda oo maanta qabriga u jeeda run buu idiin sheegay allah baa na abuuray wuxuuna naga dhigay ummadda midda ugu khayrka badan maxaan ku nahay ta'muruuna bilmacruuf wanaagood isfartaan watanhawna cani lmunkar xumaantood iska reebtaan baa ku tihiin buu yidhi farole sidii alla uu yidhi buu yidhi hadhowto ha ku dambaabina farole hadhowto ha ku dambaabina farole nabadoon baan ahay buu leeyahay waa soo socota oday soomaaliyeed baan ahay buu ku leeyahay waa soo socota soomaali waa imid buu ku leeyahay waa soo socota xilli la iskhilaafa lama joogu ku leeyahay waa soo socota abaar baa lagu jiraa buu ku leeyahay waa soo socotaa soomaali waa burburtay buu ku leeyahay waa soo socotaa nin walooba waxaaga imaansuu ku leeyahay soo socotaa kuwa maamul goboleedada haystuu canaananayaa waa soo socotaa iimaansada buu leeyahay waxaad haysaan dhaartaa shacabka u marteenna ka soo baxa farmaajo ha ku mashquulina ha ku mashquulina farmaajo waa farrintii faroole aniga odayga soomaaliyeedaane ha igu mashquulina ciddii igu mashquulshana waan ku mashquuli farole ciddii igu mashquulsha waa ku mashquuli buu yidhi farole waana soo wadaa aayad buu dalisaday shiikhu wuxuu yidhi sheekh farole hadalka ilaahay buu dalishaday wa jazaau sayi'atin sayi'atu midluhaa xumaan ninkii kuu geysta xumaan baad u geysan kartaa intii oo kale aad u geysan kartaa laakiin farole ma sheegin qaybta ka dambaysa oo faman cafaa qofkii cafiya wa aslaxa wanaajiya oo hagaajiya fa ajruhu cala allah ajarkiisu allah wey xaggiisu aad allah buu ka helaya bimacnaa in laiscafiya ajar weyn waad ka argoosan kartaa qofku intuu kuu geeyo oo qisaas baa jirta qofkii qof dilo in la dilo qofkii qof maaragtay alcaynu bilcayni wasinu bisini walanf in maaragtay qisaas waa jirta in qofkii dhib kuu geystan intii oo kale laakiin ka badan xaaraam weeye laakiin ilaahay cafisku ka hadlay faroolena taas uu ka hadlay marka faroole wuxuu yidhi anigu waxaan ku mashquulsanahay alamru bilmacruuf wannahyi cani lmunkar wanaagga inaan faro xumaantana reebo idan ummadda islaamkoy maxaa maadaama odaga soomaaliyeed ee faroole waxa uu gartay maxaa madaxda soomaaliyeed u diiday maxaa ku kalifay inay gaal gaal dhalay oo awowgii la guba iska dhigaan maxaa ku kalifay inay bismillaahi raxmaani ay dhihi waayaan bismillaahi raxmaani raxiim war waxay u qabaan gaalada maraykanka iyo gaalada ingiriiska iyo gaalada faransiiska inaysan aqoonin inaysan aqoonin war waa kaa badiyeen islaamka gaala islaam bay taqaanaa oo qur-aankay akhriyaan oo jaamacadaha lagu dhigaa oo islaamka annaga waa naga badiyaan waa naga badiyaan jaamacad walba qaybta islaamka ugu weyn markaa tira anugu muslim ma ihi gaal gaal dhalay baan ahay anugu maaragtay gaal gaal iska dhigtid daba gaab xiratid way kuu jeedaan khaai khaai dhalay inaad tahay laakiin anigu markaa khamiiskaaga xirto oo halkaan maro oo aan adimo oo aan shahaato oo islaamka ku faano maaragtay waa ay xurmaynayaan gabadha xijaabka qabta ee fiisaha rabta waa siiyaan midda afka gaduudsata oo biijada isu yeeshaan oo dabagaabka xiratane waa ka kansalaan wallaahi baana been kuu sheegan iyo billaahi atallaahi
وقال الإسلام قواتق عنا جهاد حتى ينشروا أي قانون إنك ده جهاد مشروا وحاز مشروا بوي جهاد واشرا لكن وحوي جهاد خلدم بنشرين يا للجهادة قرما للجهادة سولو للجهادة قال يا مسلم وحو دحي واي قانون محمد عبد الله فرماتو هو يديس مريم رب الرئ بنشعر إلى ربما قعيدة إلا خير سيادان خلدي يا ديك هو ياس الله يحفظي ملع في عم بيوت دورتي فرماتو هو يديس محمد بن عبد الله بيو بحس وما قعد النبي محمد قرأو بحس يا مركب ما أنت إنه فرمات شقده قفت إنه هو أدخل دنتين ويرى محمد عبد الله ويرى ما قعد هو يد وبحية إيطاليان تشيس إنه تقول يرتان إيطاليان تشيس ما نحن إنه رأي لكم نقضوا إيطاليان تشيس إنه لو يرى تشيس كا إيطاليا إنه لو يرى إبوي محمد عبد الله محمد أنا ترى هذا نبي محمد مجلس كروان كيسان محمد ومجلس ونبي محمد وكل هذه لا يكون ماي تسموا باسمي بالنبي صلى الله عليه وسلم ما قاعد لبحة ولا تسموا بكنيتي لكن الناس تيده هلا بحيننا إله غير كسي هو يدي فرما هذا الشيء إلى محمد عبد الله هذا الشيء إله ذنبي يا غردا أبيه سو يا عبد الله يو إله أكثر إيه حسنات كسي ساويل كودي وابا قالوا بلها واهروا بقالوا بلها انتو قالوا كنا حشلي فرماتو تكسن بابا الله بحلها فرماتو تكسن ويليام بيري بابا الله بحلها محمد بيكونا تشيين محمد بيكونا تشيين محمد بيكونا تشيين بن عبد الله إلى عبد الله عبد الله صوما أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن الله مقعيدة ووش عليها وعبد الله يا عبد الرحمن بيرنوي محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله يو عبد الرحمن عبد الله والله عدوك يسي مرك محمد يا محمود يا أحمد كل قدر السوم على وعي واسكن معنى وكي حمد النقبضنا اي الله كو حمد النقي صبدين شري وعي محمد حامد متك إلهي إلهي كو حمد الذي يحمد الله كثيرا إلهي متك إن بدن كو حمد النقوي فرماتو الله إن بدن كو حمد النق أصلا فر ولا وانا قدت كفر أصلا أدرك مجع سواء له مجع بيقول له سكفر ولا حتى على ما مجع كله ليه وريده مجع أدرك إيه سقرا هدرتان إيه سقرا نبضونك الصوماليين إيه سقرا وإن كف أنت مجع محمد وريا ذل كان حوج أي كواي سته لما كان لوي قر يهود مجع أبو بدر أي لبحان ومحمد الدون كمجع أبو بدر لبح ومحمد كف عن محمد باتاي محمد مقعوني يا كفار فرماتو يا تشيس ايطاليا تشيس كفارين محمد مقعيسي صلى الله عليه وسلم بلغو مقع دراي دغنك نبي محمد الله يمو او سيرتي نبي محمد الله يمو او سنتي نبي محمد الله يمو صلى الله عليه وسلم او نحريست نبي محمد الله يمو او عدالتي نبي محمد الله يمو او رنتي نبي محمد الله يمو او داعنمتي نبي محمد الله يمو عليه الصلاه والسلام كان مدحوين ساسان كلنا نبي الله محمد بلغو مقع دراي ترام متيد ديفيد كامرون متيد هبرت انجليز كاي متك ترمل كان متيد هقال متيد حزب الديمقراطي كان متيد نين مسلمات دين تا اسلام ككوه قامي تدك شريعه الاسلام كتدك كوه قامي لا اله الا الله محمد رسول الله كوه قامي ساس يا محمد مقعسين رسولك اني محمد صلى الله عليه وسلم مقعس واته هو سخين مقع وريا هو سخين هو سخين نبي النبي محمد مقعيسة هو سخين شرف أبتكو يا رتي بقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلهي باكو وشرفي نبي محمد صلى الله عليه وسلم مقعيسة هو سخين مال حلها يستاقن مال فطرها يستاقن هذا مقع محمد يا رتي قعنت هذا هكو صحيح هشيس فضرها هكو صحيح هشيس فضرها هكو صحيح صلى الله عليه وسلم هكايرت افكار استغفر الله العظيم هلا غايه هلا مغلو لا اله الا الله هلا مغلو سبحان الله هلا مغلو الله اكبر هلا مغلو الهي باكو جعلان امه الاسلام باكو جعلان نبي الله محمد باكو شفيع قياد قد معي سنقن سنو الشيخ صلى الله عليه وسلم امام عادل امامك عادلك امامك عادلك تضبط الى يوسكي سهريك من دغنيا ما انت وسهوس جرين حركي الموية اذا فرولا وحو اذرك وريد اذرك محمد عبد فرولا ابو هبقس محمد بلدا سغله خير الله كسي انا والامر بالمعروف والنهي عن المنكر بانكم مشغول سراي بيله مشغولنا واسو صوتها معروف ما هو معروف وحا هو لا اله
إلا الله محمد رسول الله بأبوي الله سفره يا أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله سأزير نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وحوفي عن أي شيئين أنا إيا النبيالك يقول رأيي ولا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون رسول أرتمانا صدر النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إلا وحيلها ين وحن أوحي نبي علي لا إله إلا أنا فاعبدون يعني الله موي إله كل حق له عابد مجره أكل يا عابد نبي ين صلى الله عليه وسلم صدعية تبصر أيو مقالة ما كتشوغي معقولها قال ذي مشركين توحقولها قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وردها لا إله إلا الله تقول ليس تاني إذن مركزية عالم كحكومي عالم كوحا حكومي the two superpowers the Persians and the Romans waxaa jirtay laba awoodood oo caalamka marka ka talinaysay waa ruushka iyo mareykanka oo kale ahaayeen waxa ka talinaysay xilligi nabiyullaahi muhammad quwadii loo yaqaan persianka oo eeshiya ka dhisnayd nimankan iraan iyo dabka caabudu jiray iyo quwadii romaniska ahayd baa ka jirtay labadaas wa maa dalika wuxuu lahaa quulu laa ilaaha illa allah tuflixu ardaha laa ilaaha illa allah tqulaysateene mundayar bay caalamka ku qabsadeen سيدي بي هاي النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم هرتيس فقتك يعوري جرين هو يوين كودي يوالاله هودي يقبله هودي قرسان جرين لقاح دي عابودي جرين سنامي دي عابودي جرين مركي قوريان وررميقو قوريان أفر لقاح بي قادن جرين أف مركي ميل دقان صدح وحي كدقان جرين داري أي وحكو كرسامي كدقان جرين دبكي سارن جرين متكس أفرادنا سنام أي عابودان بي كدقان جرين ولا ريال مركي دغ حيلان ويعابد جيرين دغ دغ كفي عن مركي هلان كي هوري توري جيرين كلونك يعابد جيرين ماماك يعابد جيرين واس ادون سن جيرين او قبيل كحوق غله سدا مانت الصوماليه كتاغن قبيله حوق غله كو تبرت يربي ادون سن جيرين او دحي جيرين او بوبي جيرين او بلل قيسن جيرين او هانتيدود يا هوينكود يا وخود حاران كو قادن جيرين يا دولكود يا غوغريود يا بيرود ساس اهد ولا ريا مقدي بي كتشرين ولا ليال دقاله دو ايبر بوها وحبا ما يصنعين وحبا ما يصنعين ولا ليال لكن مركا مقدي بي كتشرين الف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور كتاب انكو قصد جنين نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم سيال لتخرج الناس دتك ادو بحسد من الظلمات نبي الله محمد مقديالك مقدي قبيالد قبيالد بكو جري جرين بقول اي الله ما تنصروا بازقراعي نمك لو يقاني اوس يا خزرج ارر مدينه الحرب الضروس بقول سيف الوارس بقول اي الله ما تنصر ازقراعيين مقدي قبيالد يا جاهلد بكو جرين بقول يا الله ما تنسروا صوماليا يوحي داوى النقضي بعد داوى النقاه وكادر كان فرو لما انت الشيغية انا وضي صوماليا يضباني اخر انا شقي الصنية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بانك الشقينا هيا وكب حيانوك مجروا ضي هايو مشقولنا نكي يقو مشقولوني اتكور بهي او حد يهش هذا وحن كور هيا مركز سؤاسة كذلك قوي ديي موشين بالقاضي يا عدوالي قاسر وطور هيا هذا انا قيمة هالو يري عبد الولي قاس بوشين قال لقو طورة هيو الشريف سكين أنو مرايا الشريف نو مرايا سكون الدولة تساكو تاجرين بوشين بقول أو يلا عبد الولي قاس بوشين قال لقى كينا هيو يعيد كا كينا سيدين قال دور تيجي أنا جاي ما تعلو وهذا اللي كرتاه مع الماس وصعدين بوشين حقل وكبر ودم على الجرو مركا and تاس أنا جا and تاس ولا ليال أنا هذا مقرين بوينتي عن كلين وحوي and أسوأ يري and الصغيري الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بانكم مشقولين يعني وهذه لا يفيد معي
مركا ان وحي داوة النقل الصومالية إن منكي نبي الله محمد إلهي وصادري داوة النوم أهمية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أرحرق يا إلهي خمسة داوة قالت تقلنا إلهي الصومالية واي أنسو خلافينا مركا إلهي قلنا يرسلادة كذا أيان نفري هكذا تقينا هايس خلافنا هايس نعننا هايس بومنا هايس دبرشادننا قارية قميس هايس كسوها قامننا أي حرق إلهي كلقين قبصده حرق إلهي مدحوينوها قبصده ورمدحوينا محمد عبد الله يو ورينا عبد الله يو والنبي النبي محمد بوطاه حرق إلهي قبصه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حرق إلهي قبصه مدحوينها قبل آبيا فإذا وزارة الله مقعابا يو حرق إلهي قبصه وكتابك قرآنك يسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله هو يلاكو بحصي أبها كو بحيي واردك كو بحيين قبص حرق إلهي محمد عبد الله فرماتشو فرماتشي قداي محمد عبد الله محمد بلده أبها أبوه أنا محمد بلده حرق إلهي قبصه صومالي حرق إلهي كم مامل صومالي وحي كم دوبي سوى لا إله إلا الله محمد رسول الله وحرق إلهي والله والله ما سيقب يالتكم مدوبين والله يسد دستوركم مدوبين تلياني يكين ييتوب يلاكري والله يسد مارتا يسر يس نو سر يسد كم مدوبين وحيكم مدوبين ساه ولا إله إلا الله محمد رسول الله وأوحي داوة النقضي لمنك السفر وارك عربيد جاهل يدى يقب يالتا اسكل لينا يبقل إيا الله ما تنكسنو إسلام داوة النقضي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الله حرقي سقب صدى اهك لتقيننا الله حرقي سقب صدى كتاب القرآن كي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اهك لتقيننا يا اهك لتقيننا واذكروا نعمة الله عليكم حسوست الله نعمة ديسة حسوست الله برواق ديسة واذن صدري النبي محمد صلى الله عليه وسلم حسوست الله برواق ديسة أو كتابك القرآن كي السنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حسوست الله برواق ديسة عرادي إسنعيبك بقل إلا ما تنقصن إيا كبادن إذن هايستي أو من نمو إيا مارتي إسجعيل إيا ولا النمو إيا هو قانسن إيا مارتي قوة إذن كبادري تبري يا ردي قميسي إلا إذن قميسن جري هداتيهين لمن كان اي دغنا هذه لا كنا جزيره العربيه او اد قوديه عالم كغعنت كدغتين رومانسكي برشيانكي اد غعنت كدغتين قوه الهي دي سي حصوصتا الهي لي سبحانه وتعالى واذكروا نعمه الله الله نعمه دي سي حصوصتا اذ كنتم مركدا هيدا اعداء علبد سوايدا قبيال دي قرون بايد بربريسي نعي باد سوق قبصت سوقس كلايسن وادس بلا غبيل لقيستن وادس برك عيسن بقلي لا ما تنسراد اسقحينيسن اسبرك عينيسن اسلينيسن اسعوريسن اسكفسريسن أذكر نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم إلهي بقلوبتي سكري إلهي بقلوبتي مدايي إلهي بوناقي إذن تصي الله بعيد سكينت علي سيي والنعمة وين محايري صوماليي 4.5 نمام بذين كرت تستور نمام بذين كرة هو ها إيا بمبان إيا دبالدق إيا فلان إيا هبل لا دبالدق نمام بذين كرته لعق نمام بذين كرته ذهب نمام بذين كره احي قبيالنا ما مدين كرتو وحنا مدين كرا مجرو وحنا مدين كرا والله وحنا مدين كرا والله والله سبحانه وتعالى أوكلية قال الله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم هداد بحسد أو أد إف يو سبند هذا بحسد لعبت ما في الأرض جميعا نقولك كركيس وحيال ذهب يا لول يا عنبر يا دولار يا درهم كلالوش كلالوش كان ذهب سي كان كرسي سي قبيل كان رئيس وزارة كنك كوا كلا وزير سي كوا الحين ما نكنك كوا الحق أوبادي هير هم القنعي كوا سفارة سي كوا وحان سي كوا سعودة ويسو كوا الحق هين كنك أدر قعلي فرماج وقتها سخلوا مني أختي أتكلم don't waste your time لا تضيع وقتك أنا ضد شقوين كم مشقول استقبلوين قن عيسو هل هبا قن عيسو وسير رأي أدر منع قن عين كرتيد وح كف ضد من كل شيء الصومالي قن عين كرتيد
النبي الله محمد بن الله عليه صلى الله عليه وسلم لو انفقت ما في الارض جميعا وحرك كركي سيالا لما انت سداد اسكو دويدو اناد بحسد او كلا لالوشتد او رالي جلسد ما الفت بين قلوبهم بترولك كتشره يا ذهبك يا مراكيبتا يا قواردا يا تشغوينك يا ذهب يا درهم وحول هوين وحول بهدات سيصو ما الفت بين قلوبهم You cannot unite their hearts. You cannot unite them. من مذين كرتد. اسم مكان كرتد. ولكن الله ألف بينهم. لكن الله جل جلاله أي سكاني. إلهي بأي سكاني. صوماليا لا إله إلا الله محمد رسول الله ما كم دونا. صوماليا ما كم دونا لا إله إلا الله. محمد رسول الله مكم دونا صوماليين صوماليين مكم دونا لا إله إلا الله محمد رسول الله صوماليين دستور مكدقنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صوماليين مسكوتش على أنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صوماليين مسكوتش فينا لا إله إلا الله محمد رسول الله صوماليين مكوهش فينا لا إله إلا الله محمد رسول الله صومالي عدو غينا دلك ما وسرنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صومالي حقين يا عيدن كين يا ملتري كين يا مارة قناعس كين يا نقالهين يا دولة دين بذير يا مدوين ما كل سنة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرمربتان أرسامربتان إذن هداد هالك تهين يا لورك النبي محمد صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا نها لا إله إلا الله تقولي ستين قولكم أجاري كرنا مطهرات قولكم أجاري كرنا إسقرحين قولكم أجاري كرنا ششاية يتواسيس النقنة قولكم أجاري كرنا عدو إذا ما أنسكسه جامنه قول إسكم أسوك قارينه ده آيات يتلافو يقنف أنسودقنه قولكم أجاري كرنا وحان أهين لا إله إلا الله محمد رسول الله وعن الله الله يا شعبك مسلم كاي صومالية وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا أيوة الله يري ظالمين تظالمين بان مدح وقدقنا ظالمين تظالمين بان كسل لنا شعبك ومربتان لا إله إلا الله محمد رسول الله شنت صومالي أي مربتان لا إله إلا الله محمد رسول الله أدحر أودي دا مربتان ومربتان هدا ديدان فرماتنا وديدي والله هدا ديدان فرماتنا إنو سيالينين استغفر الله العظيم فرماتان إيه استغفر الله العظيم محمد عبد الله محمد عبد الله محمد عبد الله محمد عبد الله بهو يدي أبيه بحيل إيطاليا نشيس ربنا محمد عبد الله بلدها كتشو قادر بس كجرا وعويان حداد يهشان شعبك ومساجد يد أبو حسان حداد كفان كتابك قرآنك كرو قادان حداد توحيدك كرو قادان حداد إسلامك إسلامي ولا موجسان هذا سعفسان هذا ترى هذا كان ربنا شرعي الله ربنا والله ويدينه قال سمايا بالله يا الله وعلى رغم ان فيه وعلى رغم ان فيه والله ويدينه قال سمايا لكن هذا ديدان هذا ديدان لا اله الا الله محمد رسول الله هذا ديدان اسلام لماذا هذا ابني كبل اوضان هذا خمر عبتان هذا سرم كي قبيل كلاتي ما دان هذا ترى هذا رير هبل بانا لدها هذا دم حارية كي يزوف أنتان هذا ترى هذا وحي حما أدي جرتين إيه قبي أردها إسلام كي بعد ضيع ما لا إله إلا الله محمد رسول الله بعد ضيع أنتي يا قات الدردارن كي النبي الله محمد صلى الله عليه يقول لا إله إلا الله تفلحوا لها لا إله إلا الله تقول ليستينه
لها لا إله إلا الله محمد رسول الله يدقوا ليستين ولا ليال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين عزة يا الله ما إسكله رسول كيسا إسكله مؤمنين تأي مؤمنين تأ مؤي مؤمنين تأ إسكله بقى الله يري ولكن المنافقين لا يعلمون منافقين تو أورك قال له موجا قال عزة كدونا نيان فرنسيس هي مريكان هي انجليز هي الروس هي هندية هي ايتابيا هي كايا هي اوغاندا يكدون عليها العزة يا شرف الله ما يريها يبتغون عندهم العزة عزة مياي قال كدون عليها فإن العزة لله جميعا عزة يا شرف يا وناك الله ما اسكاله هدية في انجليز لغوها له كرسي هدية يو 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 فاين كرسي لغوها له هدر قال يا شيخ شريف باكوها لها شيخ شريف با بوسطن تغي شيخ شريف با لندن اكسفورد يا هارفورد سمري شيخ شريف با هاي هاو ار يو يا فاين يا سيدا لو خطبه يا في انجليز كو صبرتي شيخ شريف با كرسي كو هيري لها درقع علي كو عبره قاده شلي يا مانتي شلي مركو قرانك هايستي شلي مركو دينتا هايستي سوماليو دنبا علميسي سوماليو دنبا دبقسي سوماليو دنبا علنك قادي سوماليو دنبا لا اله الا الله محمد رسول الله يتي. لح بلود بعدالة الله هلاي سومالي بعدالة هالشي سومالي باكل الضمبير هالشي مقدش شير هاد مقدش نفتي كسر نقطتي لكن شيخ مركو أو كبرى هي ديارة ديك الراعي النيروبي اللي قدت شيء أرض السبب اللي قلت شيء انت منهم يغدو لسوي صابري وكسي دوري ويلا الشير كان وارد مالين مدس قرحية مدس قبة ملا توكتو مد حرق لقليو مد مارتي عرس عرس لكن انت مد تهريبة مد هو يدي يابيه قبل بان بين نقدين اي حوغا مدد كي صادح قلي او دقن علين حد فرماتك عسر يا ورالو فرماتو حبسي قال ركبا وحاكا نقاي انت ما انت سوقري انت ما انت سوقر سني ورالو ركبا حبسي قال نقلي ركبا وحانوت المامي انا غوانا لخلطي ركبة توحيد كأي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله إنه خلطي أيها كيف مدح وين يشر حيه محانا قد كيد لو قلنا يا محانا لا توقنا يا سو صومالي منهين سو مسلم منهين وحانا لكو عيستونا لكو محكمة لدينا لكو حيرا يا ما يقال لكو حيرا ما يقال لكو ترديلا ما يقال لكو أكوان وذا مدح وين وشيخ أحمد مدوبة واقرا واقرا شيخ احمد مدام واقرا شيخ النعاد واقرا شيخ شريف واقرا حرتي دم الجديد اردن قران كاغرن ايسا واقرا قدومي اغاب كوى ننكا كوى كان بين مانجر فهد ياسي ننكا كوى كان بين مانجر فهد ياسي وذا تدي قران كحفظ الصلاة صوماي محانا نو قلب صني ولا لا نقى السيدة حبسك انا السيدة ايو سومالي بانك عصرينا ويلا شيبي مني باناي ارقاك حسن منيين اذن كان خلطي وحانو دمانيني وحانا لكو يري جنات قليسا لا اله الا الله محمد رسول الله باتكارو قاضي سامبان لكو يري مرقم حادر نقان نقو عيزتا هدان نفتنا دي هرني لا اله الا الله محمد رسول الله هرني على وكان يا انكا هرني إنا نكون بحنا أي تابي إنا نكون بحنا أنا والبوطة بدلفة تاتوسة أنا سكوكر حنا نلا أخيي ما عندك وايزتا قربي ليهن وأنا جس حسين رنت دول دق دق وأنا دوسي سافر ماشوا محمد عبد الله يستغفر الله هو يا يا بها محمد عبد الله يكون بحيه هو يا يا بها محمد عبد الله يكون فريه مركا وعويا هلا سيد دايو دتك ودها كمد نقدين در هلا سي شقوين هلا سي كل قد واجوغا زكريا نجي مخابراتك على شباب استي مريحان با ما انت تشوغا بدحتوي حسن دايره وسبا اسغا وحر ديلا لو قلا صبح كست ابو مسور سراب وبهت صو سعود ويلكي اتمها با هوري وسوغا شيخ الشوره هاي استي شرقو يا افتر شرمل يا زوينشكي يو 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 كوا يا ما انت حرتي يا دن علماء يا دن مجاهدين يا دن بصو قلي ما حنا قربتا ما حنا قربتا النداية نفس صحة الى هيدرت النودي all right ولا ليال
ان تاس ان وحن لاهي سدك دغه هدي لاهي كويد مايو حالو سيدايو ولاشاس وحن لاهي لا اله الا الله محمد رسول الله حالا غدبيو وحن سو بلابيا خطبتي فروله وما تيتو او جيديي ايان كو غبغبين ان شاء الله تعالى ونو جيدي سومالي وين يو هدي لا كويد مايو Gas. Somaliland, in an hebel book.
waxaan soo jeedinayaa oo soo jeedinaya xukuumadda hadda joogta shacabka reer Puntland ay raali ka noqdaa. Aeroboorka boosaaso isagaa bilaabay dhismihiis, anuu isaga kasoo gaaray teermalaalka isagaa taagay, anuu dhammaystirkii baan lahaa. Runwaygana ciidda isagaa dhigay, anugu baaristiisi iyo waxaan lahaa iyo u raadin maalgelintii. Dhammaystirkiisiina xukuumaddana soo gaadhay iyadoo tenderkii la bixiyo. Haddii cid lagu maamuusayo isaga xaqule in lagu maamuuso oo loo bixiyo maxamuud musaxiisi aeroboorta loo bixiyo ayaan soo jeedinayaa. Xukuumadda iyo shacabka reer Puntland intuba inay la qaataa, saasaa anugu soo jeedinayaa. Waana mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. waxaa aada loo halaxiyey doorashadii marka ay soo dhamaatay magaalada muqdisho oo farmaasho la doortay siyaasiyiin adigu aada ugu weyntahay in runtaan aad kusoo gaantay oo halkaa ka bilaabaysaan loolan kale oo kii muqdisho oo lasoo haray oo runtilaan arrintaas waxaad ka leeba mooshin cabdiwaligaas wuxuu ahaa farole oo ku gabagabeeyey anigoo mooshin ka dhan ah cabdiweli gaas ma wada shuqulna kumali waxayse u taallaa baarlamaanka iyo ciddii dooratay farole oo sheegay inuu ka shaqaynayo al amru bilmacruuf wanahyi cani lmunkar farole oo ku taliyey soomaali inay midowdo farole oo maxamed magac buu leeyahy isaga laftigiis sheekh war magaci iisoo qora maxamed isagana ina sheekh wey laftigiis oo ku taliyey dowladda in la taageero madaxweynaha in la taageero ka hadlay fadeexadda iyo ceebta raggii madasha sheegan jiray ama mar goboleedyada oo mid walba malaayiin isagoo la ordaya uu yimid waa soo bandhigi doonaa sheekh Sharif Sakiin oo isaguna taageeray dowladdii oo shacabkii ku kaceen oo mooshin laga dulkeenay waa keeni doonaa. Axmed Madoobe isagu sharaf buu isticmaalay, ma imaan mana soo dhexgelin, taas Soomaali oo dhan baa ku mahadisay Axmed Madoobe. Sheekh Axmed Madoobe aada buu ugu mahadsan yahay, laakiin lacagtii dadka abaarta iyo gaajadu ay dishay oo loo isticmaalay laaluushii xaaraan oo weliba nin ka yimid Maraykan oo profesor cabdiweligaas oo kale uu lacagtii loogu talagalay degaamadaas masaakiinta ah dekadahooda canshuurtay ka qaadeen xoolihii loogu deeqay inuu adeegsado ceeb iyo fadeexad bay ahayd, laakiin kursi baa la dhacay buu yidhi. Waa naadka Sayid Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta ag fadhiya. Haddii laa kuid maayo farmaajo haddii laa kuid Maxamed Cabdullaahi aan dhehe farole iyo farmaajo iyo waxaasan kuhayna Maxamed Cabdullaahi aan dhahno calaa kulin walaalayaal Soomaaliya dowlad allah u dhiso wixii horaa la iska iloobo kii taageera iyo kan taageerinba waxaa noo taalla maanta inaan midowno kuna midoobi karnaa waa maxay laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah ilaahay ow markhaatika aw soomaali madax iyo culumo iyo caamo madax iyo minjo waxaan ugu yaray laa ilaaha ila allahu muxamadu rasuulullah ilaahu nagu noole ilaahu nagu dil oo ninkii hadalkiisa ugu dambeeya markuu dhinto man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna bi nabi sal slam qofkii hadalkiisa ugu dambeeya uu yahay markay naftu ka dhacaysa laa ilaaha ila allah jannaduu gelayaa ilaahu hadalkayga ugu dambeeya iyo hadalkiina ugu dambeeya aniga iyo adeerkay muxamed ama faroolaad u taqaanaane iyo madaxweynaha iyo dhashacabka iyo wasiirada iyo kulligiin iyo hoyooyinkiin iyo aabayaalkiin ilaahu hadalkeena ugu dambeeya kaan ku noolnahay adduunka waxaan jecelnahay adduunka waxaan isku dhaqnay adduunka waxaan isku maamulnay adduunka waxaan garsoor ka dhignay adduunka ilaahu laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulullahi nooga dhig. Waxaan ku gabagabaynaya soomaaliyey wadkuruu nicmat allahi calaykum ba alla yidhi xasuusta markii nicmadii alle id kuntum acdaan markaad col ahaydeen waa nimankii aws iyo khasraj fa allafa bayna quluubikum ilaahay quluubtiinii isu keenay fa asbaxtum aad noqoteen binicmatihi ikhwaanan walaalaad noqoteen laakiin naar baad ku dhaweydeen wa kuntum calaa shafaa xufratin min annaar fa anqadakum minha naarti alla waynka badbaadiyey waxay la baxeen alansaar baa ilahay marka qur-aankii u bixiyey nimankii isdagaali jiray alansaar waa ansaar baa ilahay u bixiyey qur-aanka waladiina aawow wanasaruu haddii ilahay kuid maayo hadii laa kuid maayo waladiina tabawa udaara waliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajata mima utu wayuthiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa waman yuqa shuxa nafsihi faulaaika hum lmuflixuun kuma dheeraanayna walaalayaal siiradaas iyo
تاريخ أصحابنا يتيسير النبي عليه الصلاة والسلام يفضل لا إله إلا الله يفضل الإسلام لماذا ولا لماذا وكشكين دونا وحينوت الله شيء لما يسترن موريان كأنقبنا توج أنقبنا تاتوس كأنقبنا شيء هميت كذلك كذا يأنقبنا ما ضح يعلم علماء عامة ونصيحين سنة صيحين كم دون لا إله إلا الله فر محمد عبد الله يو إمام عادل النقو شرر يشريع السنو صومالي السنو هكذا حكسن هكذا سقيسن عادل نقو ويلش قربة شوك تلا يرادو قرآن تلا قط حنه أروى كأجد جاية وكأجد جاية هقولها هوصي أجازم يالك يكرق دارب لكن ويلش وحقبت كلا وإن النقدان كوا دلك تشوق دلك أول شيء سنك دلك تشوق قيميسي والصبح هذا رئيس الوزراء دلك تشوق أكدي كتني أفزعنا لهيت أنا وأنت سأقول لها وأنا كبحي هؤلاء بلن بلها وقد داهي الله درت سبحانه قد داهي إله وفتش